السلام عليكم كيكرز، صباح الخير. انتشرت حركة الكعكة اللي يحطون فيه البنات علبة زبادي فاضية وشيء من القبيل خلف رؤوس البنات. يعني هذا تحذير، يمكن تقول هذا قديم، لكن فعلا انتشرت. أحب أذكرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم من معهم صيات كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة، وإن ريحة لا توجد مسيرة كذا وكذا. لذلك احذروا، الله يستر عليكم، احذروا.